خلي ديبون البارامتر اللي باش نحطهم الاوكتري بريسيجن باش يكون مختلف كيما نشوفوا لهنا. دونك لهنا فما بارامتر معين لهنا تنجم تقول حطينا دي بارامتر يخدموا دي ليفل اكثر من باهي. لهنا باش نحطوا 1.6 الماكسيموم 6 مينيموم دونك 4. دونك لهنا باش نتحصلوا براتيكمون على الريزلت هذه. لهنا باش نحطوا 1.3 الماكسيموم 8 المينيموم 6 باش نتحصلوا على الريزلت هذه. ومن بعد نجمو نزيدو نعملو ريفايند اكثر ونجمو نزيدو نحصلو اكثر فاكثر. باهي باش نعاودو تاو مره اخرى رايت كليك على الاوكتري باش نعملو اوتوماتيك ارانجمنت. باش نجي لهنا نسكر هذه نعمل اوكتري باش نبدل اوتوماتيك ارانجمنت. باهي لهنا باش نحطو نمبر اوف اليمنت. اليمنت يعني احنا ابري قداش نحتاجو من اليمون باش نعملو الماش نتاع الجيومتري هذه. البيس اوبتن سايز يعني السايز اللي باش يكون هو الباز اللي باش نبداو نبنيو عليه. ولهنا دونك هذا الاجنور شيب دي زون معينين باش نحاولوا نعملوا لهم انيوري اللي هما يمثلوا بار اكزومبل 0.301 بارابور للجيومتري الكل. دونك ما نجموش ناخذوها بعين الاعتبار ونعملوا لها اوكتري ولا كذا باش ما يكونش صغير برشا الاوكتري. دونك تولي كماله نتاع اوكتري اخر وكعب. باهي دونك باش نجي لهنا كيما كنت نفسر لهنا فوالا تارجت نمبر قداش وين نحبو نوصل بالضبط استيماسيون بلوس موان. هذه البيز اوكتن سايز يعني التايم تاع السايز اللي باش نبنيو عليه. وهذوما الموديل سكيل والديستانس كيما قلنا. دونك الريفاينمنت ليفل باش نتفاداوه في البارتي هذه ولا في ديزاين معينين يبداو صغار بارابور للجيومتري الكل. دونك يعمل لهم انيوري وكيما قلنا في المياج يكون مكمل متاع اوكتن معين اللي بجنبه ما يعملوهمش معناها دي اوكتن صغار على حسب قياسه. باهي لهنا باش نحطو 100,000 element وباش نحطو 0.6 الباز متاع الاوكتن الاول. وهذوما دونك مش في النسوان باش نخليهم بارتي فوق باش نعملو اوكي. باش نجي لهنا فوالا 100,000 سي بون هذه 0.6 باش نعمل اوكي. Voilà donc génération jdtapi كما نشوفوا لنا. دونك عمل فما ديزاين عملهم صغار فما ديزاين عملهم كبار